صباح الخير الكبيدات ديالي، الفريزات الغزالات ديالي، صحباتي وحباباتي وخوتي خواتاتي. تنقول لكم تموت عليكم اولا، وهذا اول فلوق ان شاء الله ليا، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. اليوم ان شاء الله غادي نمشي للعربيه انا وجارتي وصابرينا بنتي، غادي نوري لكم مراحل حيت تموت عليكم. بغيت نبارطاجي معكم الحياه اليوميه ديالي، تموت عليكم كاملين الكبيدات ديالي. انا دابا ان شاء الله غادي قرط الطريق غادي للعروبيه باش نشوفوا الوالده والوالد والاخوان ديال جارتي. انا غادي انا وبنتي وولدي اسامه اللي هو ولد جارتي ولكن راه ولدي. دابا ان شاء الله غادي نمشيو للعروبيه وغادي نديكم العين اللي سميتها عين قيشر. اللي معمرو جا المنطقه يجي يشوف عين قيشر، راه زوينه والناس ديالها كرماء وشرفاء ومعمره دار وناس كرام وجود. ومرحبا بكم اللي جاتنا الوطن، مرحبا بي، راه عندنا هنايا كاين ميتشاف، ومرحبا بالجميع. تنموت عليكم خوتي خواتاتي، ونتمنى الفلوق ديال اليوم يعجبكم اللي خارج عن نطاق الخدمه بعيد عن الدومين. ونلقاي ان شاء الله مره نوري لكم الحياه ديالي اليوميه، وانا غادي نخليكم دابا باش تشوفوا الطريق. مرحبا بكم. ديالي حنا دابا وصلنا ان شاء الله لعين قيشر، وغادي نوري لكم ان شاء الله هنايا الطبيعه كبيره، كاينين المناظر خلابه وداكشي زوين وداكشي غيعجبكم. واللي ما عمرو جا لعين قيشر يجي مرحبا بيه. سلام. ايوا نتمنى ان شاء الله الفلوق ديال اليوم يعجبكم. راه حنا دابا في عين قيشر، انا غادي نوري لكم المنطقه كي دايره هنايا، الشجر والماء وداكشي. يا سلام غادي يعجبكم، انا غادي نوري لكم الحاجه الحاجه. ومرحبا تموت عليكم. شي غادي يعجبكم بزاف، انا غادي نوري لكم. انا دخلت لداخل العين، يبا هانتوما غتشوفوا معايا، خليت لك هانتوما معايا. هانتوما الوليدات راهم جاو كي يلعبوا اليوم، هانتوما باش تعرفوا راه منطقة واعرة زوينة. شفتوها ديرو ديرو كوكو. مرحبا بيكم هانتوما. أنا غادي نديكم بلاصة الما بحال الغابة، داكشي غزال، داكشي يا سلام. هانتوما شوفوا الطبيعة، شوفوا المناظر كي دايرين. كبيدات ديالي أنا وصلت دابا للعين، هانتوما أنا دابا لداخل، هانتوما غتشوفوا معايا، شوفوا المناظر كي دايرة هنا في الصيف، راه تكون خطيرة، تيجيو الناس منطقة فما، تيجيو الناس بحال كل ويكاند تيديرو الغدا، تيجيبو الوليدات. هانتوما شوفوا، شوفوا الطبيعة كبيرة، شوفوا هانتوما. شوفوا الجو كبير هانتوما. أنا غادي نديكم عليه وتشوفوا، بغينا نمشيو نشوفوا العروبية ديال حليمة كي دايره. انا ما عمرني مشيت ليها، وديما تقول لي يلا معايا، وتنبغي نمشي، ولكن حكم الانسان ديما خدام، وهادي ملي ما خدمتش البارح السبت صبحت لكم واحد الفريقه حيت كنت مريضه، داكشي علاش. ها نتوما دابا شوفوا، هاد العوينه هادي راه في الصيف الناس كتعوم فيها. هانتوما شوفو الجو كي داير، كاين الحوت. هانتوما جيب شويه واش
هاي شوفي شوفي ديالي. انا وصلت بعد ماما حليمه، انا وحليمه والوليدات جينا نشوفوا الام ديالها. انا وصلنا عندهم العروبيه وغادي نوري لكم طارفين كاينين ونتعرف عليهم. دابا برا، انا باقا برا وما راهم دخلوا، انا راني باقا برا كنصور لكم. انا غادي نوريكم وغنمشي لكم هذه البهيمات والجيجات وكلشي. البيضات ديالي حنا دابا في الدار ديال مي خديجه اللي هي مي حليمه، وجينا اليوم دايره ليا الضيافه مسكينه برفيسه المعروفه هنا عندهم في المنطقه ديال العين قيشر وبالضبط البراشوه، حيت كاينين هنايا جوج ديال البراشوه. حنا في البراشوه ديال عين قيشر، ان شاء الله غادي تشوفوا معنا الطريقه ديال رفيسه وغنخليو حليمه تشرح لكم وتقول لكم مقادير وتقول لكم الطريقه ديال رفيسه ديالهم. البيضات ديالي انا دابا مع حليمه، هي غادي تقول لكم الطريقه ديال تحضير ديال الفيسا. قولي لنا حليمه اختي اش توجدي. السلام عليكم مشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير. اليوم معروضه عندي صاحبتي ساره ومرحبا بها هي وبنتها صابرين، وجات لعندي لعند امي في العروبيه، واليوم بغيت ندير لها الرفيسه بالدجاج وبالقوام ديالهم ان شاء الله. حنا غنبداو على بركه الله، كنديروا معلقه ديال جوج معالق ديال الخرقوم، كنديرو جوج معالق ديال السكنجبير. على فكره حليمه راه طباخه خطيره، طباخه ماهره الله يعطيها الصحه. هذا راس الحانوت كنديرو منه معلقه حتى من بعد. هذا الملوين على حسب اللي بغيتو تديرو، ما بغيتوش تبقى اختياري، هذا اختياري. ومرحبا اختي ساره عندنا، ومرحبا بكم عندنا في عين قيشر. والجو عندنا زوين والناس الله يعمرها دار. نحبك الجنه اختي حليمه. هذه السمينه بلديه، هذه السمن ديال المنطقه هنا حليمه، منطقه بلديه. هذا ضويمات ديال التنور ديال الدجاج، يبقى اختياري على حسب اللي بغى يديرها اللي ما بغاش. ها نتوما الكبيدات ديالي، ها هي الرفيسه اللي وجدت لينا حليمه، ها هي وجدات. ها نتوما شوفوا كي دايره زوينه تبارك الله ما شاء الله. الله يعطيك الصحه حليمه. الله يعطيك الصحه، غزاله وباينه فيها كتشهي. وبصحتكم واللي ما معناه وراكم ما معاناش، حقكم في الجنه. ولا تتوحم تسمح لينا، ولا تتوحم تسمح لينا. بالصحه والراحه وشكرا لحليمه. كبيدات ديالي انا دابا جيت عند الشويات، ها انتما شوفوهم كياكلوا، ها انتما شوفوا على منظر شحال زوين. شوفوا ها انتما زيت زيت زيت، ها انتما الكبيدات ديالي شوفوا على منظر شحال زوين. امي خديجه تتعطيهم الماكله. ايوا غادي نوري لكم كلشي ونديكم ثاني حشاكم عند الحمار. ايوا تشوفوا معانا هنايا المنظر كي داير، وامي تتسلم عليكم. الله يعطيك الصحه يا حسك امي خديجه. تحياتي. هانتوما الكبيدات ديالي، دابا انا تنوكل الشويات راه اول مره. هانتوما الكبيدات ديالي اللي تقولوا ساره الشعره تشطح، هانا تنوكل. هانتوما ما تضحكوش عليا، هانتوما اللي خلقون في العروبيه ياك. ايوا دابا ان شاء الله غادي نديكم باش تشوفوا الطبيعه وتشوفوا الخضوريه اللي هي وتشوفوا النعناع. ياك حليمه النعناع الكرموس، ومعروفه هاد المنطقه بالكرموس. انا غادي نديكم تشوفوا كلشي، وتحياتي لكم خوتي العزاز خواتاتي، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم والفلوق ديالنا باقي ما سالاش. تنموت عليكم. ها هي ماما مالك بيدات. ها انتوما الكبيدات ديالي. انا دابا غاديين ان شاء الله باش نشوفوا العلف ديال الكراس. الصرصور عليك ما فوق الكرويله. انا غاديه دابا نجيب البقره
نجيبوا ليها العلف. ايوا ما تضحكوش عليا، راني اول مره تركب على الكرويه، تقولوا الصراره روميه ناره بلديه. ها انتوما كبيدات، كي جاتكم العروبيه حليمه؟ ايوا سلموش عليكم الكبيدات ديالي ومرحبا بكم، مرحبا بكم عندنا في العروبيه والله يطول عمركم وتلموش عليكم. ودابا غتمشيو معايا باش نشوف البقيرات، وغادي نحلب اليوم ان شاء الله اول مره غادي نحلب البقرات، وخليكم معانا. ها انتوما الكبيدات ديالي، ها الصغاره كتحلب، ها انتوما ها انتوما الكبيدات، راه اول مره تنحلب سمحوا لي. ها انتوما كي جيتكم ياك سيخرج الحليب انا. يا سلام عليك كبيده ديالي. احنا جينا دابا لدار عم حليمه، ايوا جينا هنايا لقينا لهم مشعلين الفران، هذا الفران البلدي ديال العروبيه، حليمه غتقول لكم عليه. السلام عليكم، كدير المشاهدين لاباس عليكم؟ احنا جينا على الدار عمي نشوفوا هذا الفران البلدي، تيطيبوا بالوراق ديال الزيتون وبسميتو ديال البهيم حشاكم، وتيطلع الكرون زوين وتيطلع تقليدي، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى الى الاعجاب هادشي ديالكم. كبيدات ديالي دابا الفلوق ديال اليوم راه هو ساليناه، وتنقول لكم تنموت عليكم، الله يخلف على دار امي خديجه. شكرا حليمه، تحياتي لصحاباتي خواتاتي الكبيدات ديالي، الفريزات ديالي تنموت عليكم كاملين، فلوق جديد ان شاء الله المره الجايه تنموت عليكم. ودابا ان شاء الله غنشد الطريق الواتزم، تحياتي خوتي العزاز الله يعاونكم المره الجايه ان شاء الله تنموت عليكم.